بين الفينة والأخرى تظهر صيحة جديدة تطوف العالم بأجمعه بفعل وسائل الإعلام وشبكات التواصل. وفي الآونة الأخيرة تصدر الأكل الصحي والحمية النباتية قائمة الاهتمامات لدى ملايين الناس، وكانت ثمرة الأفوكادو حاضرة في غير واحدة من أنظمة الحمية وعلى أطباق الكثير من المهتمين بأصناف الطعام الصحي والمبشرين به. وما ساعد هذه الثمرة على الانتشار هو مذاقها الطيب وفوائدها الكثيرة، فهي غنية بفيتامين سي وهاء وكاف ومفيدة للقلب والنظر، ما جعلها مكونا أساسيا من مكونات الطعام الأمريكي الذي ينتشر في العالم كله عبر شركات الطعام المعلومة. كما أصبح الأفوكادو علامة من علامات العصرية، وتسوق على أنها أهم من القمح والشعير وأنه لا غنى عنها. لهذه الثمرة المفيدة والشهية جانب آخر ضار ومظلم على نظامنا البيئي وعلى حقول المزارعين وجوانب أخرى. دعونا في هذا الفيديو نلقي الضوء على أهم الحقائق المعلقة بالذهب الأخضر كما بات يعرف، والذي يضر الملايين. قبل الغوص في عمق الموضوع، أدعوك عزيزي المشاهد بالاشتراك في القناة عن طريق الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديدنا لحظة بلحظة. يعتبر أفضل طقس لزراعة ثمر الأفوكادو هو الطقس الرطب في درجة حرارة 22 درجة مئوية، لذا أفضل مكان لزراعتها هو ميتشوكان في المكسيك، حيث كانت طعاما لآلاف السنوات. وعندما احتلت إسبانيا المكسيك ووسط أمريكا أطلقوا عليها اسم أجواكيت، ثم تطورت زراعتها بعد ذلك خاصة في وسط وجنوب أمريكا. في أوائل القرن العشرين بدأت الثمرة في الانتشار بعد الترويج لها بوصف فاكهة أرستقراطية وتغيير اسمها إلى اسم أكثر رقيا أفوكادو، حتى زادت شعبيتها التجارية حول العالم. بسبب القرب الجغرافي مع المكسيك دخلت ثمرة الأفوكادو محلات الولايات المتحدة بكثرة، حتى فرضت واشنطن حظرا على استيراد الأفوكادو من المكسيك منذ عام 1914 لمنع مجموعة من الحشرات والآلاف من الوصول إلى البساتين الأمريكية. لكن عاودت الثمرة الانتشار بسبب الهجرة اللاتينية إلى أمريكا في الستينيات حاملين معهم ثمرتهم المفضلة. في عام 1997 رفعت الولايات المتحدة حظر استهلاك الأفوكادو بشكل رسمي، وأدى ازدهار الأفوكادو أو الذهب الأخضر في المنطقة بفعل ارتفاع استهلاك الأمريكيين لهذه الفاكهة إلى انتشال أجزاء من غرب المكسيك من دائرة الفقر خلال 10 سنوات فقط، إذ توفر المكسيك وحدها نحو 43% من صادرات العالم من الأفوكادو، أغلبه يأتي من ولاية ميتشوكان. بعدها أصيب الأمريكان بهوس الأفوكادو ومن ثم نقلوه إلى العالم، فأصبح 80% من أفوكادو ميتشوكان يصدر إلى الولايات المتحدة التي استوردت وحدها في النصف الأخير من عام 2012 وجزء من 2013 ما يقارب مليار دولار من ميتشوكان. وفي عام 2014 وحدها التهم الأمريكان 4 مليارات ثمرة، وبلغت قيمة الثمرة الواحدة في عام 2019 نحو 2.1 دولار، بزيادة الضعف عن العام الذي سبقه، لكن مع زيادة في المأساة. المعادلة هنا ليست معقدة، تسويق مكثف لثمرة البريستيج اللذيذة والمفيدة والصحية، يعني تجارة رابحة ومالا وفيرا. فالآن تكاد وسائل الإعلام تقول إن الأفوكادو هو إكسير الحياة، وعلى أساس ذلك يمكن تخيل أن تجار الأفوكادو يسعون لإنتاج أكبر عدد ممكن من المحصول على حساب الإنسان وبيئته. هذه الزيادة المهولة على طلب الذهب الأخضر يدفع ثمنها الكائنات والنباتات الأخرى والبيئة الخضراء والمزارعين والمجتمعات التي كانت تعيش عليه، وذلك لأن عملية زراعة الأفوكادو تستهلك كميات ضخمة من المياه. فمن أجل الحصول على رطل واحد من الأفوكادو يلزم الأمر 270 لترا من الماء، ومن أجل حصاد 200 مليون رطل يستلزم نحو 54 مليار لتر من الماء، فضلا عن كونه يخضع لظروف زراعية صعبة من مبيدات حشرية متنوعة وحماية من أشعة الشمس. أما عن تضرر المحاصيل الزراعية فإن زراعة الأفوكادو تستنزف المياه التي يمكن
أن تستفيد منها النباتات الأخرى والجهد الضخم بدلا من الاهتمام بالمحاصيل الأخرى، إضافة لتفضيل المزارعين طمعا بأرباح تزيد من أي محصول آخر، حيث يرون أن الأفوكادو أكثر فائدة لهم من الذرة والقمح وغيرهما ومن الغابات نفسها، الأمر الذي يسبب أزمة بيئية واقتصادية في آن واحد. تغطي الغابات نحو 33% من مساحات المكسيك، لكن في الفترة بين عامي 1995 و 2005 فقدت المكسيك 6.9% من هذا الغطاء بسبب الزراعات المهولة لأشجار الأفوكادو وعمل أشجار ضليلة فوقها. وقد تسببت إزالة الغابات وزراعة الأفوكادو التي تستلزم ضعف كميات المياه التي تحتاجها الغابات في تقليل نسبة المياه التي تصل إلى ميتشوكان. أما عن الحيوانات فيقول بعض الأخصائيين إن أوراق شجر الأفوكادو لها أخطار على بعض أنواع الحيوانات، حيث يمكن أن تكون شديدة الضرر أو حتى قاتلة عندما تستهلك أوراقها، كما أن الثمرة نفسها سامة على الطيور في بعض الحالات. تقول منظمة السلام الأخضر في المكسيك: البشر يعانون أيضا بجانب عملية إزاحة الغابات واحتباس الماء، الاستخدام المبالغ في المواد الكيميائية وكمية الأخشاب الكبيرة التي تحتاجها تعبئة هذه الثمرة ونقلها لها تأثير سيء على البيئة المحيطة وعلى صحة السكان. إن أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب وترك التعليق المناسب، فهذا يشجعنا على تقديم الأفضل في قادم الفيديوهات.